الملف الأول اللي هنفتحه في هذه الحلقات هو ملف إخواتنا في الوطن، ملف إخواتنا الأقباط، شركاء هذا الوطن العظيم. ما هي رؤية الأقباط للفترة الانتقالية؟ ماذا كانت أحلامهم بعد الثورة؟ وماذا كانوا يريدون أن يتحقق بعد تغييرات الثورة؟ رؤيتهم في أداء المجلس العسكري للفترة الانتقالية، وأيضا أحلامهم بالنسبة للمستقبل وألمهم بالنسبة للماضي، تحديدا في واقعة ماسبيرو. أين نتائج تحقيقات ماسبيرو؟ كيف يرون المستقبل القريب؟ ماذا يريدون من رئيس مصر المقبل؟ ما هي مواصفات الرئيس المقبل من وجهة نظرهم؟ هنناقش معهم هذا الموضوع بكل حرية، بكل صراحة، بكل شجاعة وبهدوء. سوف تظل أفضل نتائج ثورة يناير المجيدة هي خروج أقباط مصر إلى الحياة السياسية بعد عقود طويلة من العزلة التي فرضها عليهم النظام البائد. خرج الأقباط بتوافق غير معلن مع الكنيسة ليشاركوا في الثورة وليعبروا عن مصريتهم في قضايا وطنهم، وليعلنوا أيضا عن مطالبهم التي طال انتظار تحقيق خطوات ملموسة فيها. أقباط مصر البالغ عددهم 12 مليونا تقريبا يطالبون بنسب في البرلمان وفي الحكومة وأيضا في الوظائف العليا، ويرون أن هناك تمييزا غير ممنهج تجاههم، ويطالبون بحقهم في بناء الكنائس. وبرغم وضوح مطالبهم وتفهم المسؤولين لها، إلا أن شيئا ملموسا لم يتم تحقيقه على أرض الواقع. حدثت أول مصادمات في التاريخ أمام ماسبيرو بين الأقباط والجيش، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين، وجرت محاولات عديدة لاحتواء الأزمة، إلا أن جرح الأقباط لن يشفيه إلا الإعلان عن تحقيقات الاعتداء على الكنائس في القديسين وصول وإمبابة، وإنهاء التمييز وتحقيق المواطنة الكاملة. وتبرز أهمية صوت القبطي في المعادلة السياسية من حجم الزيارات التي قام بها أعضاء المجلس العسكري في المناسبات المختلفة. المؤكد أن استعادة مصر لأبنائها العائدين من العزلة سوف يزيد المشهد السياسي حيوية وقوة، ويبني مستقبل مصر على أساس من التوافق والتوازن بين كل الأطراف. الأستاذ سامح مكرم عبيد نائب في البرلمان المصري، يمكن السؤال الأول: كيف ترى صورة المستقبل فيما يختص بالتاريخ الذي أعلن أنه هو 30 يونيو من هذا العام بالنسبة لانتقال السلطة العسكرية إلى سلطة مدنية؟ هل تعتقد أن السلطة سيتم تسليمها في موعدها؟ هل ستسلم كاملة؟ هتسلم في موعدها، هتتسلم في 30/6، لأنه التحرير مش هيوافق على أي تأجيل أكتر من 30/6. التحرير بيطالب النهاردة بتسليم السلطة فورا، فما أظنش أن التحرير هيسمح لأي حد أن هو يستمر أكتر من 30/6. في شوية معوقات هتبقى في السكة، الدستور هيكتب الأول ولا رئيس الجمهورية يجي الأول، دي نقط لازم تحسم، ولازم تحسم في مشاكل تقنية طبقا للإعلان الدستوري لازم تتحل عشان تنتقل السلطة في 30/6 وتنتقل كاملة إلى رئيس الجمهورية. طب كاملة أم منقوصة؟ دور الجيش هيستمر، دور الجيش كحامي للدولة المدنية أو حامي للدستور زي ما هيكتب، أنا شايف أنه هو هيستمر، بل يجب أنه هو يستمر في فترة قصيرة.
يعني سنتين ثلاثة إلى أن تستقر الأمور في البلد، لأن البلد طلع من ثورة. يعني سيكون الجيش حسب وجهة نظر حضرتك طرفا في القرار السياسي الأعلى يعني، أو السياسة العليا للبلاد؟ هيكون له دور أساسي، هيبقى طرف أساسي ولا لا، دي حاجة لسه ما نقدرش نتكلم فيها، هتبان. لكن أن الناس تقول أن الجيش يرجع إلى سكناته ويتم يعني يبقى دوره حماية الدولة من الخارج من العدوان الخارجي، ما أظنش أن هو ده هيبقى ده دور الجيش. هيبقى دور الجيش لأنه كمان الرئيس المنتخب الجديد ومحتاج كمان أن حد يحمي قراراته وينفذ له قراراته، يعني لازم يكون لي الجيش دور. طيب، هناك حلم لدى الكثير من الذين يحبون هذا الوطن أنه تنتقل السلطة في موعدها كاملة بأقل كلفة ممكنة، مع الانتقال المشرف للقوات المسلحة ورضاء كافة القوى السياسية وتمكين مصر من حياة ديمقراطية سليم. ده الحلم. ما هي شروط ان احنا نوصل للحلم ده حسب فهم حضرتك؟ الشروط ان احنا نوصل للحلم ده ان احنا نطبق خريطة الطريق اللي احنا حطيناها. طبعا مش هنتكلم على الماضي، ان احنا كنا المفترض ان احنا نعمل دستور اولا، لكن في الحقيقه احنا هنتكلم على الواقع اللي احنا فيه. ابتدينا اول خطواتنا وهي انتخاب مجلس الشعب، اتى باغلبيه اسلاميه كلنا نرتضي بيها ونتفق معها، نحاول نتوافق على الاوضاع ونحاول يبقى في مؤسسه منتخبه تؤدي العمل. وعلى المؤسسة المنتخبة أن تعلم أن الأغلبية معناها إدارة الدولة مش صناعة الدولة، يعني إدارة الدولة أنت أغلبية من حقك أنك تديري بسياسات يعني اللي أنت تريها، وعلى الشعب أنه يقرر بعد كده إذا كانت أنت ماشية في طريق صحيح أم خطأ. أما صناعة الدولة فهي دي الدستور. الدستور لا يجب أن يكون لا بالأغلبية ولا بالأقلية، يجب أن يكون من كل فئة المجتمع وكل طوائفه ويكون متوافق عليه. المهمة الأساسية النهاردة أن احنا نضع دستور يكون متفق عليه ومتوافق عليه من الجميع وليس الأغلبية، لأن الأغلبية غدا أقلية. وبالتالي الدستور هو اللي هيبقى النبراس لينا في السنوات القادمة، وبالتوازي مع انتخاب رئيس جمهورية. عشان ده من ضمن الشروط ان احنا نمشي على خارطة الطريق. على خارطة الطريق. طب ممكن يظهر في هذه المرحلة مجموعة من الإشكاليات أو مجموعة من القرارات التي إذا لم نتصدى لها أو نعالجها بالطريق السليم ينفجر الموقف. زي ايه مثلا حضرتك شايفه ايه اللي ممكن يعرقل المسيره بتاعت خارطه الطريق، او تخوفاتك انت من فهمك وتجربتك؟ تخوفاتي من الممارسات اللي بتحصل وعدم الشفافيه بين القوات المسلحه والشارع وعدم الترابط بينهم. يعني في كل الاحداث يطلع لنا اللهو الخفي زي ما بنقول، او الطرف الثالث. مفيش داعي ان احنا ما يبقاش عندنا وضوح ونقول مين الطرف الثالث ايا كان. اتكلمنا عن مؤسسات المجتمع المدني اللي جالها تمويل من الخارج. ايه المانع انك تقول المؤسسات دي ايه وحصلت على ايه، والمؤسسات دي تدافع عن نفسها زي ما يعني زي ما يتراءى ليها، وتتقدم ده كله للناس بشكل شفافي بشكل واضح. يعني تاني حاجه، احنا لازم يبقى المحاكمات للنظام الفاسد تبقى واضحه وصريحه وسريعه. الناس حاسه ان بقالنا سنه، ولو كان جذور الفساد اقتلعت من جذورها كنا هنبتدي النهارده عجله التنميه. في حاجه معرقله في الحقيقه للمحاكمات، ما فيش شفافيه. الناس حاسه انها ما عملتش حاجه بقالها سنه، بقالنا سنه النهارده، والناس حاسه ان احنا زي ما احنا محلك سر. من الواضح انه في مؤثرات قويه مش هتخلي اتمام العمليه سلسه بالشكل اللي احنا نتمناه.
بدون شك انه ده هذا وعد المجلس العسكري للشعب المصري، لكن هل سيضحي المجلس العسكري بقوته المكتسبة خلال العام الماضي؟ هل سيضحي المجلس العسكري بوجوده على قمة السلطة فوق السلطات المدنية؟ لو عملوا كده تبقى طبعا يعني وطنية من الدرجة الأولى، لكن أنا أعتقد أنه ده هيبقى موضوع خطر على المجلس العسكري، لأن زي ما حصل محاكمات للرئيس السابق مبارك وجماعته، ممكن يحدث هذا للمجلس العسكري بكامل شكله، وخصوصا أن حصل كثير من الحوادث خلال العام الماضي، من حوادث انتهاكات للحرمة، لموت بعض الشباب، لضحايا كتير، لوجود محاكمات عسكرية كثيرة. لكن مش ممكن المجلس العسكري كان هيقوم بوظيفته في تأمين البلاد من غير هذه التجاوزات، صعب جدا. احنا كنا في كيوس، كنا في حالة أمنية غير فوضوية وعنيفة عنيفة من الشعب ومن من الناس الهادية ومن الناس ذو ميول إجرامية، وكان يجب ان هم يفعلوا ما فعلوه. طيب هل هم النية موجودة؟ يعني هم لما بيتكلموا في جلساتهم الخاصة النية موجودة، لكن الفعل صعب. الفعل هيكون، انا لو مكانهم اخاف، بدون شك اخاف. خاف تسلم السلطة؟ اخاف اسلمها مرحلي، لكن كاملة في اول ست بعد ستة شهور اخاف جدا. ليه يا فندم؟ لانه زي ما احنا شايفين ان اول جلسة من مجلس الشعب الحالي رجعوا عايزين نحاكم وعايزين لجان تجسي حقائق وده هيحصل مع المجلس العسكري اول ما يسلموا السلطة. طيب هنا كلام على انه هناك من الممكن ان يتم التسليم في موعده، لكن تكون عملية التسليم والتسلم منقوصة، يعني بمعنى انه ما يكونش السلطة العسكرية تحكم، لكن لديها اما بضمانات دستورية او بقوة الامر الواقع او بانه رئيس مستأنس انه يكون السلطة العسكرية بتحكم بشكل او باخر او بتدير او باتفاقات معينة، ودي حدثت في كثير من دول العالم الثالث يعني. بس اللي انا عايز اقوله انه هم جربوا يعملوها في وثيقة الدكتور علي السلمي، والدكتور علي السلمي بعد ما خرج قال ان هم اللي ادوني المادتين دول 9 و10. هي ممكن تتعمل بس مش مادتين 9 و10، يعني ما هو الناس اللي خرجت يوم 25 يناير في حركة احتجاج تطورت لثورة، يعني صيغة النصف نقل للسلطة، لا مش دي ما تمشيش، مش هتمشي. هقول لحضرتك على حاجة، احنا كل مكان حد يطلع يقول كلمة في الإعلام فيها نوع من التقريز مش النقد للمجلس العسكري، كان بيطلع حد من الجنرالات يعمل مداخلة ويكون عنيف جدا. وصلنا ل 25 يناير، أين جنرالات الفضائيات بتوع المجلس العسكري؟ محدش طلع ولا حد اتكلم. كل يوم بيمر بيخسروا أقرب مؤيديهم وأقرب المراهنين عليهم وأكتر اللي بيحبوهم وأكتر اللي عايزين استقرار للبلد دي. يعني أنا قلت جملة للدكتور نور فرحات لما قابل إنه يبقى في المجلس الاستشاري، قلت له دكتور نور أنا جربت المسألة ديت وملاحظتي كل من يقترب منهم بيحترق، بيحرقوه. أنا ما أقدرش أقول عن عمد، بس هم بيحرقوه، يعني بيخلوا مصداقيته صفر. ما عادش ينفع إنك تسلمها منقوصة، وما عادش ينفع تحط لي المادة 9 و10 تقول لي القوات المسلحة فوق الشعب، ما ينفعش. القوات المسلحة والمجلس العسكري يختفي دوره تماما؟ لا، يبقى له دور بس يبقى له دور مش فوق مجلس الشعب ولا فوق الدستور
ولا وضعية أنه ما حدش يمس ميزانيتي ولا حد يشوف ميزانيتي ولا حد يحاسبني ولا حد، لا ما ينفعش. وبرضه في نفس الوقت مش بنقول أنها تخضع زيها زي أي مؤسسة، ليها بعض الصلاحيات. وأنا موافق أنه يبقى في مرحلة انتقالية. كان عندنا مرحلة تاريخيا الرئيس جاي في الثلاث مرات اللي فاتوا أو في الأربع مرات لو اعتبرنا محمد نجيب يعني كان رئيسا للجمهورية، كان جاي من المؤسسة العسكرية، وبالتالي ما كانش في مشكلة بينه وبين وزارة الدفاع، ما كانش في مشكلة بينه وبين المجلس العسكري، هو بيرأسهم وهو منهم ولابس كانميري قبل كده، فيش مشكلة. احنا عندنا مشهد ان الرئيس غالبا مش هيبقى من المؤسسة العسكرية، مش من خلفية عسكرية، مش هينفع انه نقول في لحظة واحدة ان احنا ننتقل من ناس كانت بتحط ميزانية الدفاع والشرطة والإعلام مع بعض في رقم واحد وتحطه في الميزانية، لأنك تقوله تعالى بالتفصيل أناقشك في مجلس الشعب الصاروخ ده هتشتري ليه والتدريب ده هتعمله ليه. لا، في اقتراح بتاع مجلس الأمن القومي أن يبقى في مجلس أمن قومي من عدد محدود هو اللي يناقش ميزانية الدفاع وتتحط، وهيبقى في تطور طبيعي. لكن إذا هم في السنة بتاعت المرحلة الانتقالية أخطأوا أخطاء جسيمة، سميها ارتباك، سميها عدم وضوء، سميها أي اسم، لكن أتمنى أن يستوعبوا أن المرحلة الراهنة في مصر ومظاهرات 25 و26 و27 و28 تقول لهم محدش قادر يغطيكم. يعني إذا أنتوا واخدين وعد بأن الإخوان هيغطوكم مش هيقدروا يغطوكم، إذا واخدين وعد بأن السلفيين هيغطوكم مش هيغطوكم، محدش قادر يغطيهم ومحدش قادر يضحك على الناس دي. فبالتالي اقبلوا صيغة تكون مقبولة وسط للطرفين، يعني مش لازم تبقى مش هيجي رئيس عسكري من خلفية عسكرية، ومش هيجوا المادتين 9 و10 اللي كانوا في صيغة علي السلمي اللي هم حرقوا بيها الدكتور علي السلمي، لكن ممكن زي ما بقول لحضرتك صيغة توافقية وسط، وانه يبقى في انسحاب تدريجي من المشهد السياسي، لكنه لن يصل الى الزيرو. يعني بمعنى يعني احنا في دولة عالم ثالث في منطقة مضطربة إلى حد كبير، فهيبقى دور، بس ما هوش الدور اللي تعودوا عليه في 60 سنة اللي فاتت. تفسير حضرتك إيه أنه بعد الثورة في برلمان أو أول برلمان بعد الثورة نسبة الأقباط لا تعكس قوتهم داخل أو تعدادهم داخل نسيج المجتمع المصري؟ يعني من 508 مقعد احنا عندنا 6 أقباط، علشان احنا لسه شغالين بنفس النظام السابق. احنا مين؟ احنا كدولة كمجلس عسكري، لان هو النهاردة اللي بيرسم خريطة الدولة وخريطة المستقبل تمشي ازاي. يعني انا شخصيا لما تسألت في فترة من الفترات قالوا لي ايه رأيك في ان هتحدث الانتخابات بصورة عادية، أنا شخصيا طلبت وقلت إن في المرحلة الانتقالية اللي احنا فيها دي يجب إن يكون مجلس الشعب فيه صور معينة من الكوتات. يعني إيه ما يمنع إن الأقليات يكون ليهم كوتة محددة موجودة جوه المجلس؟ ففي بقى صوت تاني قالك لا، موضوع الكوتة ده أمر مرفوض. ليه مرفوض؟ يعني احنا النهاردة عندنا في مصر أقباط مش قادرين نمثل نسبتهم الحقيقية داخل البرلمان، ولا قادرين نمثل أصواتهم بوضع حقيقي، نتيجة أن الانتخابات بتتم بصور مختلفة، الأقباط مش قادرين يشاركوا بصورة جيدة فيها. عندي النهاردة شيعة، طب وإيه ما يمنع أن على قد نسبتهم في الدولة يعني الأهم وهكذا. الأهم من الشيعة عندك مرأة وشباب؟ عندي مرأة، عندك عندي شباب، تمام، عندي بدو سينا، عندي نوبيين، يعني في أقليات موجودة في الدولة، على حسب نسبتهم حدد لهم، حتى ولو مش مطابق لنفس النسبة وعايز توضع ان في نسبة يعني توجد بطريقة تعيين ونسبة اخرى مثلا بطريقة الانتخاب، خير وبركة، بس يكون تمثيل، في تمثيل حقيقي لكل اطياف الشعب. هو ده الصح اللي هو يجب ان يتم على الاقل في المرحلة الانتقالية، لان اهو احنا النهاردة جينا لمجلس. انا بقول مثلا ان المسيحيين في مصر بيمثلوا حوالي 15-20%، وعندنا أطياف أخرى ما بين الليبراليين والمرأة والكلام ده كله، كل النسب دي. أنا النهاردة طلع لي في الآخر نسبة إيه؟ طيب إسلامي 75%، تمام؟ ليبراليين 20% ووسطي 5%، تمام؟ ما بين بيلعبوا ما بين هنا وهنا. مرأة وأقباط ما يعملوش 2%، ما يعملوش.
الأقباط كل اللي موجودين في المجلس ستة والمرأة مش عارف كام. فيعني ما عدوش العشرة المرأة. فطبعا الوضع ده وضع مش مناسب. فيا جماعة مش كل حاجة إن إحنا نقول نفس. طب أنا إيه الجديد اللي تم ما بين النظام السابق والنظام الحالي؟ هي الثورة دي قامت ليه؟ هي الثورة دي مجرد مبادئ وخلاص؟ الناس كانت سايرة وغضبانة طلعت عبرت عن غضبها ورجعوا قاعدة في بيوتهم؟ يعني الكلام ده كلام مش مظبوط. فطبعا أنا نفسي أشوف في مصر في كل شيء ثورة. مش شايف إنه في 150 يوم الجايين إلى أين تتجه النواية؟ يعني إذا استقرأت المقدمات ما تقدرش تعرف النتائج؟ المقدمات واضحة إن هو هيسلم كل سلطات رئيس الجمهورية اللي هو أخذها بموجب الإعلان الدستوري. المجلس العسكري النهاردة بيحكم باسم رئيس الجمهورية، وواضح في الإعلان الدستوري إن هو بيستمر في السلطة التشريعية إلى أن يتم انتهاء من مجلس الشعب وخلصنا من الحدوتة دي، وبيستمر في سلطات رئيس الجمهورية إلى أن يتم تسليم السلطة إلى رئيس الجمهورية. مع 30/6 لو الجدول مشي بالطريقة دي هيخرج المجلس العسكري يرجع إلى دوره التقليدي اللي هو حامي للدولة، وهيبقى رئيس الجمهورية هو اللي بيحكم. مين هو؟ شكله إيه؟ هيعمل إزاي؟ هيشتغل إزاي؟ التنافس ما بين السلطات الثلاثة هيبقى شكلهم إزاي؟ هو ده يعني الحقيقة. حضرتك شايف إن لسه لم تتبلور الصورة بعد، لم يتم التوافق أو الاتفاق أو التآمر حتى. ولا واحده من الثلاثه ولا حد عارف بالظبط احنا رايحين فين. يعني حضرتك بتشوف انه احد شروط ايضا ان يتم الانتقال بشكل كامل وبشكل امن وباقل التكاليف انه كل هذه الملفات المفتوحه يتم يعني انهائها والوصول فيها الى الجناة ويتم القصاص العادل فيها؟ طبعا. لو كانت غلطه بتاع فردية يحاكم الفرد، لو كانت غلطة كائنا من كان يعني لا يجوز التحدث فيها انه كان قرار سيادي، خلاص نقول انه كان قرار سيادي وخلاص ونقفل الموضوع على كده. ما احناش هنقعد نشد في بعض. ما في مشاكل كتيرة من الاخوة اللي واقفين في الميدان واللي واقفين في مجلس الشعب وقصر العيني ومحمد محمود، ما غالبيتهم 90% من المسلمين. ما هو برضك انا دي حاجات ضايقتني برضك، ولولادنا ولاد اصحابنا، وده شعورنا واحد مش بس مسبيرو. ما هو ما حدث في مسبيرو، انا كنت دايما بقول مسبيرو هي البدايه، سياتي نظر مسبيرو. وجت محمد محمود والقصر العيني، لانه التصرف بعنف ده دي تصرف فكري. وعشان كده انه احنا صحيح كان في ثوره بس لم تكتمل. احنا هنقول ان زي ما حدث سنه 19 وسميناها ثوره ولم تكتمل، ما جابتش اي نتائج غير سنه 23 لما عملوا الدستور، زي ايام عرابي ما عمل ثورة ما جابتش ولا نتيجة. لكن هل احنا جبنا نتيجة؟ هل غيرنا طبعنا؟ هل غيرنا ديوان الحكومة؟ هل غيرنا اسلوب حياتنا؟ هل غيرنا الابروتش ان بنعامل لبعض ازاي؟ هل غيرنا الفكر؟ وهو ما غيرناش حاجة، احنا لسه بنهتف بعض. فالثورة لم تكتمل وما زالت هنقول تحتاج لوقت كثير، ربما عدة سنوات. السؤال الآن إيه هي الملفات اللي حضرتك شايف إنه توصلنا للاحتمال الثالث، وهو لا قدر الله احتمال أن يتفجر الموقف فلا يحدث تسليم أو تسلم، حتى إذا كان ده احتمال ضعيف؟ يعني هو احتمال ضعيف لكنه قائم. الاحتمال الأول وده احتمال ضعيف قوي، انفجار الوضع الأمني أو حدوث لا قدر الله يعني اشتباكات واسعة النطاق، دم يعني كبير، بحيث أنه يبرر فرض الأحكام العرفية أو العسكرية ووقف العملية السياسية. ده احتمال قائم لكنه ضعيف. الاحتمال الثاني أن مجلس الشعب لا يرتقي إلى مستوى طموحات المصريين.
مصريين بيقولوا عندنا برلمان منتخب، مش هنقول الديفوهات او المشاكل اللي موجوده في العمليه الانتخابيه، لا هو مجلس دوت ومعبر عن ارادتنا وكل حاجه ماشي. لو الناس متطلعه للمجلس انه يحقق لها العداله الاجتماعيه، اول واحد يعمل لجنه تقصي حقائق والتحقيق في الجرائم اللي حصلت والاموال و ويبدا يحقق العداله الاجتماعيه ويبدا يلغي قانون الطلاق، يعني مجموعه استحقاقات طويله جدا. طب لو المجلس ده قعدوا يمسكوا في هدوم بعض، طبعا انت عندك قانونا لو تلت المجلس انسحب المجلس بيسقط، لكن لو المجلس عجز بقى اهلي وزمالك وعجز على انه يستمر وبقت خناقات وزعيق وبتاع، هنا الناس هتصدم في هذا المجلس وقد ينتهي الامر ب مسيرة ربما للمطالبة بإطاحة الناس من على كراسيها، وده احتمال وارد ان زي ما ملايين خرجت للتحرير ان ملايين تروح لمجلس الشعب وتقول مش عايزين الناس دي، وده احتمال وارد بشكل كبير. الاحتمال التاني وده احتمال وارد ايضا وبنسبة معقولة، ان عندنا مطاعن كتير في الانتخابات، وبالتالي لو زي ما انا كنت في انتخابات دائرة شمال القاهرة وطعن فيها واعيدة في مطاعن تطول العملية برمتها وتطول دستوريتها، فبالتالي لو هناك مصالح تلاقت عند لحظة معينة وقرروا يعني الدفع باتجاه قانونا وقضاءا برضو عدم دستورية المسألة كلها وتم الحكم فيها وحل مجلس الشعب، طبعا احنا على شفا خروج بالكامل، دي مش هتسلم فيها السلطه، وحليني بقى لما تعمل انتخابات تانية وتعمل، وهل في قوه هتلجا للعنف، هل قوه هتلجا للتظاهره، هتلجا لكذا. الاحتمال الرابع وده احتمال اقوى هو ان يوصل للشارع ان المجلس العسكري سيحقق ما يريد من خلال البوابه الملكيه للاخوان والحزب الحريه والعداله ومن خلال حزب النور، يعني الذي رفض علنا في وثيقة الدكتور علي السلمي يسعى للتطبيق على الأرض من خلال اتفاق ينفذ. لو المجلس العسكري أصر أن يتم ترشيح حد من المجلس العسكري من القوات المسلحة، إذا الناس في خلال الفترة دي ما لقيتش إيجابيات وتقدم في سواء المحاكمات سواء خطرة الطريق، لو اللجنة الوضع الدستور ما كانتش هترتدي الشارع المصري، أنا أعتقد أن ده كله هيحصل في تفجيرات، فهنا تصبح التجربة كلها في خطر، يعني في خطر شديد. طب. وخاصة لجنة وضع الدستور. لأن لجنة وضع الدستور لو اتوضعت كما وضعت لجنة إعداد الوثيقة الدستورية هتبقى مشكلة كبيرة. هنا أنقلك لموضوع هو يمكن مؤلم بالنسبة ليك ومؤلم لكل إنسان مصري، وهو ما يعرف باسم مسألة القبطية أو الملف القبطي أو معاناة الأقباط أو مشاكل الأقباط. كل المصريين يعانون، بس أيضا الأقباط لديهم معاناة يمكن إضافية أو مزدوجة. كيف ترى مكان هذا الملف ضمن إشكاليات تفجير الموقف وأثرها على مثلث العلاقة ما بين الجيش البرلمان الثوار؟ شوف، هو موضوع شائك جدا، وعشان اتعامل معاه اقول ان بيرجع لمنتصف السبعينيات لما الدولة انسحبت من اداء وظائفها الامنية والرعوية. يعني مثلا فاكر انا في صعيد مصر لما اتقتلت اسر من الاقباط، ما حصلش تحقيق، اللي هو لغاية النهاردة ما بيحصلش وما حصلش تعويض للناس عن بيوتها اللي اتحرقت، فدخلت الكنيسة بنت لهم البيوت وعوضتهم، فدخلوا الكنيسة وبقى الدور الكنيسة بارز في هذه المسألة.
احنا انا واحد من الناس يعني على مدار عمري اللي عشته قدرت استخلص انه عندنا شيء بيوصلني ان الفتنة في مصر الفتنة الطائفية المسمى بالفتنة الطائفية هي صناعة نظام وليست صناعة شعب. بمعنى وده اللي خلاني استنتجته اكتر من حدث. انت عندك منهج كده اسمها لما يحصل جريمة طائفية واعتداء على مسيحيين يبقى الفاعل مجهول، ولو اتمسك يبقى مجنون، ولو اثبتت انه عاقل يبقى نعمل مجلس عرفي ولا يدان. دي طول الوقت هتلاقيها شغالة. طبعا انا مش هتكلم على التمييز، انا بتكلمش على الاضطهاد، الاضطهاد خليها لجنب، بتكلم على تمييز بدأ من النظام وصار مجتمعيا. بمعنى انه النظام بيضخ من اوائل السبعينيات من ساعة مجيء السادات بيضخ مواد طائفية طائفية طائفية، وصلت انها بدأنا نجني ثمارها المرة في احداث كتيرة جدا. لكن انا ايماني التام ان المجتمع المصري لازال بخير في هذه القضية. بمعنى انه مثلا خد عندك حادث تفجير كنيسة القديسين ليلة 31 ديسمبر 2010، حادثة بشعة فيها إشاعات كتير، لكن المجتمع المصري اتصدم منها. طبعا سيبك بعض من الناس، بعض النفوس المريضة اللي هي يعني تعاملت مع الموضوع ببرود، لأن ده يعني ده شيء غير إنساني. لكن اللي أنا المشهد اللي شفته شباب وشابات مسلمات في عمر الزهور وأسر خدوا شموع وراحوا ليلة 6 يناير، دي ما تحصلش في أي مجتمع. بقى محاولين الكنائس بأمانة ما تحصلش في أي مجتمع. وقت الثورة في الأول ده اللي أنا عايز أقوله، حرسوا الكنائس 18 يوم الثورة لم يطلق حجر، لم يرمى حجر على كنيسة. والصلوات المشتركة وأنا شفتها وبتاع. حادثة ماسبيرو، أولا لكل اللي كانوا في ماسبيرو مش كلهم مسيحيين، كان في مسلمين ومسلمات. حادثة بالشكل ده وتلفزيون بلدك بيقول يا مواطنين يا شرفاء جيشكم بيتعرض للضرب من المسيحيين انزلوا احموه، وما حصلش دم، ما حصلش مجازر، ها؟ ويطلع اللي هو عمارة في اليوم اللي بعديه بكم يوم يعمل مؤتمر صحفي يقول ان ما فعله بنا الاقباط امام ماسبيرو لم يفعله بنا اليهود اثناء حروبنا معهم. يعني شيء مفزع، ده كان ممكن يعمل يعني مذابح. طب خليني، عشان في طرفين مش موجودين هنا، مجلس العسكري وجماعة الإخوان، لكن هقول لك لو كانوا موجودين ممكن نتخيل وجهة نظرهم إيه. ممكن يرد عليك المجلس العسكري إنه ما حدث في ماسبيرو هو بالفعل خطأ أو خطيئة كبرى، وإنه حسب ما بيقول القضاء العسكري في بيانه الأخير أن هناك تحقيقات تجري مع مجموعة من العسكريين المتهمين بدهس المتظاهرين، وأنه نتيجة هذا التحقيق تصدر قريبا. فيما يختص بالإخوان والسلفيين والتصريحات التي صدرت، أنه فضيلة المرشد قام بزيارة البابا، العلاقة ما بين رئاسة جماعة الإخوان المسلمين والكنيسة القبطية جيدة، في الاحتفال الأخير في 7 يناير ذهب لأول مرة وفد على مستوى عالي من جماعة الإخوان لتهنئة الإخوة الأقباط في كنيستهم ولتهنئة قداسة البابا، وإنه يعني التجربة ممكن إن هي تبرهن إن إحنا داخلين على مرحلة جديدة ممكن تكون بقواعد جديدة. أنا فقط أنقل لك وجهة نظر الأطراف الغائبة عشان حضرتك لو عندك تعقيب عليه تقوله لي، والتعقيب ما يبقاش يعني. أنا عارف إن البرنامج اسمه بهدوء. لا، وهو مش موجه لي أنا فندم، وأظل هادي يعني. إحنا بنعيش حضرتك أعلى درجات، يعني بنعيش نكسة اسمها التضليل والخداع من المجلس العسكري ومن الإخوان المسلمين ومن السلفيين. النكسة بتقول إيه؟ لما المجلس العسكري يقول أنا بحقق مع عسكريين، ونكتشف ونعرف أنه بحقق مع 3 عساكر 3 جنود بتهمة القتل الخطأ في دهس المتظاهرين،
يبقى مش دي نكسة تضليل؟ لما ما نعرفش انه قيادات ما نحاكمهمش ليه او ما نحاسبهمش ليه، ما نقيمش عليهم تحقيقات شفافة بتهمة قتل العمد، لانه هذه الكلمة انا جايبها من تقرير المجلس القومي لحقوق الانسان، ودي جهة حكومية يعني او جهة تتسم هي جهة حقوقية ولكن الى حد ما مرتبطة بالحكومة. قالت كده ان في 14 شهيد في مسبيرو قتلوا دهسا، وهذه الجريمة ترتقي الى جريمة القتل العمد وما فيش حد بيتحاسب. ادي المجلس العسكري. فما عنديش استعداد اتقبل بفكرة انه هناك تحقيقات وستظهر قريبا، لان دي نكسة التضليل والخداع اللي هم معيشنا فيها من 11 فبراير لغاية دلوقتي، على نمط نكسة وقعنا 100 طيارة بتاعت 67، وعلى نمط نكسة الطرف الثالث له الخافي اللي احنا مش عارفين نجيبه في كل الاحداث اللي فاتت. اما عن الاخوان، الاخوان ماشيين في نفس طريق الحزب الوطني الحقيقة، نفس السيناريو بالحرف الواحد، يعني أكاد أسميه الحزب الوطني الديمقراطي فرع المعاملات الإسلامية لو حبينا نسميه الاسم ده، يعني لأنه أنتوا ماشيين بنفس السياسة نفس السيستم، أن تختزلوا الأقباط في إصلاح علاقتكم بـ 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 بالأقباط فقط من جهة زيارة قداسة البابا ومن جهة زيارة المؤسسة الكنسية. الأقباط محتاجين أكتر من كده، محتاجين يشوفوا منكم قرارات فعالة، محتاجين أن في أول جلسة لمجلس الشعب يعني بغالبيته من التيار الإسلامي السياسي، أول جلسة لما تتكلموا في 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 حوار يعني هي أدمع قلوبنا جميعا. خلينا أقول أن حوار الدكتور أكرم الشاعر أنا شخصيا بكيت رغم كل اختلافي معاه، إنما ده حوار إنساني على أعلى مستوى. انما ما تجيش وانت عمال تتكلم وتركز قوي 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 فقط على شهداء ومصابين 25 يناير والثوره، وناسي مذبحه مسبيرو، وناسي محمد محمود، وناسي القصر العيني، انت تقصي كيانات معينه. نمره 2 بقى، انه يتمخض الجبل فيلد فأرا، لما يقول لي مثلا انه في نهايه هذا الحوار المشتعل وعايزين محكمه ثوريه وعايزين حق الشهداء ولجنة تقصي حقائق علشان تجيب الحقوق، مع خلفية يعني لينا قبل كده انه لجان تقصي الحقائق لنا معها تاريخ طويل، يعني مش هننسى العبارة بتاعت ممدوح اسماعيل ولجنة تقصي الحقائق، مش هننسى لجنة تقصي الحقائق العطيفي، مش هننسى لجنة تقصي الحقائق بتاعت مجلس قومي لحقوق الانسان في مذبحة مسبيرو وكنيسة القديسين. احنا لينا تاريخ في لجان تقصي الحقائق وعارفين انه مجرد تقرير بيتحط في الدرج. فاذا احنا عايشين فكره انا باكدها هي تقترب من نكسه تضليل وخداع يقوم بها المجلس العسكري، يقوم بها جماعه الاخوان المسلمين او تيار الاسلام السياسي. يوم احداث مسبيرو كنت فين؟ انا كنت موجود في الحدث نفسه. ايه اللي شفته وايه اللي حصل وايه رد فعله عليك؟ أنا كنت متواجد في الوقفة الاحتجاجية اللي كانت أمام مسبيرو، وأنا واقف قدام مسبيرو ولقينا، وطبعا كانت المسيرة دي جاية من على الكورنيش، كانت طالعة من دوران شبرا خدت شارع الجلاء ثم دخلت على الكورنيش، وحصل فجأة لقينا ضرب نار. أول لما المسيرة دخلت على الكورنيش لقينا الشرطة العسكرية راحت ضربت نار بصورة عشوائية، لكن هي ضرب نار ما كانش نار حي، ما كانتش طلقات نارية حية يعني في الوقت البداية، لكن اللي هي الضرب الفشنك الجامد قوي ده علشان يرعب الناس فالناس تجري. ومع الضرب ده اتحرك مجموعة من العساكر، مجموعات سريعة يمين وشمال وقدامه وفي كل حتة، ولقينا ايه ان المجموعة دي بتتحرك بتضرب الناس بالعصيان علشان خاطر يمشوا. في نفس اللحظة اتحركت المدرعات اللي كانت موجودة، واتحركت بطريقة يعني أنا حسيت يعني إنها مش هدفة دهس الناس على قد إن هي هدفة إنها تفضي الـ 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 المظاهرة. لكن حصل إيه؟ مع كل ده أنا شخصيا
يعني مع البدايات ديت رحت مع الهجوم اللي حصل رحت واقع والناس داست عليا وربنا نجاني بمعجزة. وبعدين اتنقلت على المستشفى. بس وانا بقى ايه في الخطوات ديت لقينا المركبات بقى بتعدي غالبا. يعني ده تفسيري الحقيقي للي حصل لان احنا شفنا الواقع المرير اثناء بقى ما انا كنت بتنقل على المستشفى واثناء ما وكل الناس اللي حواليا اللي شافوا الواقع بالظبط. ولقينا مركبه من المركبات اللي بتفضي ديت راحت دهست واحد. اول لما دهست واحد راح مجموعه من الثوار اللي في الوقت ده راحوا اتلفوا حواليها وعايزين بقى ايه يجيبوا العسكري اللي دهس ده عشان ينتقموا منه. يعني ازاي ان هو ايه دهس. وفي الوقت ده لقينا مركبه تانية بقى داخله على الشباب اللي واقف. اول لما لقوا التجمع ده دي بقى انا متاكد هنا من القتل العمد لان لا تفسر الا كده والفيلم موجود. وحضرتك قاضي فانت قاضي وشاهد عيان يعني واقف في المكان نفسه وشفت الحاله فتوصيفك لها بنزاهه القاضي قتل عمد وليس قتل خطا. المركبه الثانيه دي بقى اللي دخلت دهست بقى حوالي يمكن 12 13 واحد تمام. دول بقى راحوا دهسوا العيال اللي كانوا متجمعين على المركبة التانية اللي هي الأولانية. الأحداث اللي حصلت بتاعت حرق الكنائس والمشاكل اللي دخلنا فيها الحرق الكنائس تم التعامل معها بنفس المنطق القديم اللي هو نجيب دعاء إسلاميين ودعاء مسيحيين يقعدوا ويبوسوا بعض ويصلحوا اللي تم الحدث اللي نفسه. لكن المشكلة ذاتها ما تحلتش. مشكلة اللي بيئنوا منه الأقباط ما تحلتش. فلم يتم التعامل. ايه هو اشرح لي اكتر يعني. لا اتفرج على ماسبيرو تاني على قصه ماسبيرو. تم التعامل بعنف غير مبرر في ماسبيرو فخلى ان الاقباط بيقولوا لا احنا ما احناش مطنين متساويين. ايه ليه هذا العنف كله ليه مطالب الاقباط. ولاول مره الاقباط يخرجوا ويشاركوا في الحياه السياسيه. لاول مره يبقى ليهم مطالب غير المطالب الفئويه غير المطالب بتاع بناء الكنائس. تفسيرك ايه لده؟ لانه بالنسبه لهم هم هي نفس الملف ما اتحلش من زمان. هو نفس الملف زي الملف النوبي. ملف النوبي ما اتحلش. محل الملف النوبي من اسهل الملفات اللي موجود. ملف سينا برضه. ملف سينا ويمكن ملف سينا اعقد شويه من ملف النوبي. لكن الملف النوبي ده ملف لما تعرفه لما تفهم يحتاج قرار اداري. بالظبط كده. 40,000 عيله عايزين يرجعوا ورا السد في ارض جرداء بقى لهم 40 سنه بيتكلموا في هذا الكلام. محدش بياخد هذا القرار. ليه؟ محدش فاهم. وبيتكلموا على 5 فدادين على البحيره. انت لو رحت البحيره هتموت من الحر. يعني مفيش حد عايز يشكو هناك غير اهل النوبه. طب ما ترجعهم. هي ملفات ما بيتمش الحسم فيها. موضوع الملف القبطي مثلا في موضوع المحافظ القبطي بتاع قنا. موضوع ما ينفعش انه يتحل بالطريقه دي بطريقه اللي هو طب خلينا ناخده على جنب كده شويه دلوقتي ونشوف هنحل المشكله دي بعدين. لا ده راجل بيمثل الدوله كلها. ما يقدرش محافظه تطلع تقول لك انتوا عملتونا محافظه قبطيه. كل هذا الفهم لازم كان يتشال من بدري قوي عشان نرجع لقصه المواطن والمحافظه. ممكن يكون رؤيه المجلس الاعلى للقوات المسلحه او السلطه القائمه على اداره شؤون البلاد وقتها انه اذا كان هذا هو رد فعل الجماهير فلماذا نتحدث. انا بس بنقل لك وجهه نظر. ردك ايه؟ لا ردي اولا ان الدوله ليها هبه. ولما الدوله بتفقد هبتها كل مؤسسه الدوله بتقع. كل مؤسسه الدوله بتنهار. وبعدين مين قال ان هذا هو الملف هذه هي مطالب الشعب؟ دول اللي طلعوا اتظاهروا في قنا بضعه مئات لو كانوا حتى الافات. محافظه قنا فيها ملايين من الناس. فمش ممكن بضعه الافات هم اللي يحددوا مصير الدوله. والدوله في جميع الاحوال لازم ليها هبه. لازم الهبه دي تحترم. ما ينفعش ان الدوله هبتها تقع. مش عشان ملف القبطي، عشان هبة الدولة في جميع الملفات. الطريقة التي تعامل بها النظام المصري لسنوات طويلة مع هذا الملف كانت طريقة خاطئة تماما ولا يجب أن تعود مرة أخرى. طب أول قراراتك في هذا الملف لما تبقى رئيس تعمل إيه؟ هو هذا احنا بدأناها. أنا يجب أقول بدأناها إزاي؟ شوف وثيقة الأزهر. أيوة ممتازة طبعا. وشوف النقاش اللي بيجري في الأزهر. بدأنا نعالج هذا الموضوع والكل يعني أنا برضو مش عايز أقول مين ومين بقول الكل بدأ يناقش في هذا. هو لما الوثيقة الأخيرة بتاعت الأزهر تتحدث عن الحقوق الأربعة الأساسية خد بالك ده شيء جديد. أولا الحق في حرية العبادة حرية العقيدة حرية العقيدة أولا حرية التعبير
ثانيا مش ثانيا حرية التعبير كحق آخر، الحق في التعليم والبحث العلمي، يعني مسألة مش مسألة غيبيات ولكن بحث علمي. الرابع الحق في الإبداع الفني والأدبي، ده لا يعرف حدودا دينية ولا فكرية ولا غيره، ده وثيقة الأزهر، وده شيء أنا بقول هذا هو المنطلق. أنا بتكلم عن الناحية الثقافية، تثقيف الناس وحاجات الحقوق دي يجب تروح المدارس عشان التلام زي وفي حتى في أزهر الفصول يعرف الأزهر يقول، وأن الكل موقع على هذا. حضرتك شفت أداء جماعة الإخوان المسلمين داخل البرلمان، شفتها كباحث وخبير، شفتها كمواطن مصري، شفتها كمفكر سياسي، شفتها كنائب. كيف تقيم أداء جماعة الإخوان المسلمين أو حزب الحرية والعدالة في إدارة مرحلة ما بعد الفوز في الانتخابات والحصول على الأكثرية وليس الأغلبية؟ يعني احنا ملاحظتي الأولى، ودي حتى الإعلام كتب عنها كتير، ان كان في حرص على شغل مواقع حزب الأغلبية، راحوا على يمين المنصة مباشرة باعتبارهم حزب. حضرتك قلت الأكثرية، هم فعلا الأكثرية مش الأغلبية. نمرة اتنين، ان كان في حالة من حالات الانتشاء. نمرة ثلاثة، استمرت الفجوة كبيرة ما بين الخطاب وبين الممارسة. يعني يقول لك أنا عايز توافق، الناس على التوافق، لكن مثلا في أول يوم الظهر على الساعة 3 لقينا بيان صحفي بيتوزع علينا، مجلس الشعب فيه 19 لجنة، لقينا يقول لك يعني مطالب حزب الحرية والعدالة أو ترشيحات حزب الحرية والعدالة لرئاسة اللجان، 14 لجنة من 19، وبعدين حزب النور بأربعة، يبقى ده 18. يعني حزب الحرية والعدالة له 42%، 14 لجنة ده حوالي 70% 75% من اللجان. النقطة الثانية إنه في عايز أقول إيه، في أبعاد صغيرة المفترض لا تملك، يعني ما تأثرش على سلوكيات الأحزاب الكبيرة، أحزاب الأكثرية ولا حتى أحزاب الأقلية، إنك تشخصن القضايا. يعني مثلا إيه، يجي يتفاوض مع حزب عنده 20-30 مقعد يقول له أنا هديك لجنة لفلان. مين فلان؟ هو عايز فلان. في حين مثلا لما راح عمل حوار مع حزب نور قال له لك 4 لجان واداله تعليم، هل انك انت بتيجي تدي حزب النور السلفي وزاره التعليم لجنه التعليم اي رساله عايز توصلها؟ تعليم والبحث العلمي والاقتراحات والشكاوى. يعني فعايز اقول النقطه اللي بعد كده، في رغم ان هم موجودين في المجلس من فترات طويله، لكن اسمح لي يعني اقول ان في عدم حنكه سياسيه في اداره الأمور داخل البرلمان. يعني الأداء، يعني الأداء. وأنا بذكر وقائع كتير كان الدكتور سعد الكتاتني رئيس المجلس طرف فيها. يعني أنا أعتقد أنه طريقة الأداء في اليومين الأولين قبل رفع الجلسات عشان تشكيل اللجان، أنا بتذكرني بأداء حزب الوطني بس ابتداء من 2008-2009. يعني كان له 27-28 سنة في عهد مبارك موجود. الحزب الوطني كان حزب الوطني المتأسلم، كان دايما يحاول ياخد عباية الإسلام عشان يبقى بوبيلر في وسط الشعب. والنهاردة جالنا بدل الحزب الوطني المتأسلم حزب الإخوان المسلمين. هل حضرتك شايف في فكر الناس خصوصا في البلاد حاجة اتغيرت؟ أنا مش شايف. هو التغيير الوحيد في مجلس الشعب ده هو وجود الدقون والسلفيين بشكل هقول إيه، شكل بدائي هيتطور وهيتحسن. لكن خليها جلوبل، هل أنا هكلم الأول كمصري وبعدين كقبطي؟
أنا عادت أخدم في حاجات عامة طوال 60 سنة اللي فاتت من عمري، وما دخلتش موضوع الأقباط غير ريسنتلي، لأن لقيت إن هم مجموعة أقلية مهمشة وتحتاج للعناية. طيب عامة مين اللي كان بيكسب انتخابات مجلس الشعب في كل مصر؟ الحزب الوطني. هل الحزب الوطني كان توجهاته علمانية أو ليبرالية؟ لا، كان متأسلم. بدليل إيه؟ إن إحنا بقى في كل حتة في أعمالنا وفي المؤسسات الحكومية في زاوية للصلاة، اللي عملها إخوان المسلمين ولا المتأسلمين؟ طيب القوانين المتشددة اللي حصلت ضد الأقليات كانت في عهد مين؟ حزب الوطن. وكان في بعض القوانين، مين اللي حط بند الشريعة كالمادة الثانية؟ أن الشريعة هي مصدر رئيسي للتشريع، حزب الوطن، الرئيس السادات، ما جابهاش الإخوان المسلمين. أنا أعتقد أنه الحزب الوطني كان بيتصرف نفس تصرفات الإخوان المسلمين. أنا بسميه الحزب الوطني المتأسلم، والنهاردة جالي حزب الوطني اللي حزب يعني الإخوان المسلمين. تعتقد أنه النظام ممتد يعني على الأقل فيما يختص بالفكر، بالفكر أو الملف الخاص بالأقباط؟ بالفكر يعني. يعني أنا لن تعتقد أنه برلمان فيه أغلبية إسلامية سيحدث تغيير نوعي إلى الأفضل في التعامل مع المسألة القبطية؟ يا سيد عماد، المجلس اللي فات 11/2010 مجلس الشعب تم انتخاب واحد بس اللي قبطي، هو الدكتور بطرس غالي، واحد من 500. النهاردة تم انتخاب 6. يعني برضك في نقلة نوعية، ما حصلش انه انتخب 6 خلال 30 سنة اللي فاتت. هل كان الحزب، وإن كان البعض بيشوفوا 6 دول قليلين يعني. احنا لو ده غلط المسيحيين مش المسلمين. المسيحيين لم يكونوا منظمين، وكانوا عشان لسه جداد في السياسة، كل واحد شايف نفسه هو آخر الدنيا. كانش في تعاون، كان في 300 مرشح مسيحي ومحدش تعاون مع حد، وحاولنا التعاون فكرة مبدأ أن الكنيسة كانت تدير، واضح أن الكنيسة ما كانتش بتدير. لا، الكنيسة دخلت متأخر بآراء ضعيفة وآراء فردية، وكل أسقفية أو كل محافظة كان بتتكلم على هواها، والكلام بيتم ازاي؟ ان حضرتك مرشح في المكان ده سواء كنت مسلم ولا مسيحي، كنت تروح تقابل الاسقف تقول من فضلك ساعدني، انا عايز اصوات المسيحيين وانا معاكم ولو حلول مشاكلكم. كان الطريقة يعني عفوية غير منظمة، وما اعتقدش ان المسيحيين ابدا في مصر هيكونوا كتلة انتخابية واحدة، ما اعتقدش هذا. وانا كنت من الناس اللي بقول مش عايزين نعمل حزب مسيحي، ده هنضر البلد. ده انا النهاردة بقول مش عايز احزاب دينية، والنهاردة الاحزاب الدينية تكونت بالرغم من اللي انا عايزه. فانا لو جيت عملت حزب ديني انا بؤيد الاحزاب الدينية من ناحية تانية. انا شايف انه بسهولة شديدة فندم. انا عندي في مصر جالية، مش يعني عندي في مصر أقباط عايشين في وطنهم مصر، ولهم عايز نفتح الموضوع بصراحة شديدة. فكرة التمييز الإيجابي والتمييز السلبي عندي متساويين. فكرة المحاصة فكرة شايفها فكرة مستبعدة في مصر، لا يمكن أن تتم في مصر، وفكرة قميئة أنا شايفها. فكرة انك تدي كوتا للأقباط، فكرة المحصة دي المعيار الكفاءة، وانه اذا احنا في الفترة القادمة اتفقنا على عقد اجتماعي جديد لمصر كلها، هذا العقد الاجتماعي ينص على بند الكفاءة، ينص على عدم التمييز لا الايجابي ولا السلبي، ينص على انه كل المواطنين متساويين في الحقوق والواجبات على الاطلاق، ينص على انه ونص دستوري موجود في هذا العقد الاجتماعي موجود في الدستور،
ومنفذ. يعني عشان بس ايه نبقى واضحين في النقطه دي، لانه كم من الامور كانت موجوده ولم تنفذ. فحابين انه هذا العقد الاجتماعي يصاغ، ويصاغ بمشاركه كل الاطراف، يعني حتى من يخون الان بمن يعني بعض يخون اقباط المهجر. انا شايف ان انا بصراحه لما قعدت مع بعض قيادات اقباط المهجر بصراحه شخصيات محترمه جدا وشخصيات بتحب البلد، الناس بس ما كانتش طايقه تعيش في البلد بالمنظر اللي هي كانت فيه. انا شايف ان هم هذه الطيور المغرده المهاجره هترجع لمصر في الفتره القادمه ان شاء الله رب العالمين بهذا العقد الاجتماعي الجديد اللي بيحفظ لهم حقوقهم وبيحافظ على واجباتهم تجاه مصر بلا اي تمييز لا ايجابي ولا سلبي. هل هناك اعتراض من حزب الحريه والعداله لتوليه سيده واقباط رئاسه لجان؟ اطلاقا هذا ليس موجود، ولكن هو تصادم مع ايه؟ معلش برضه عشان نبقى واضحه. انت اولا هناك امور، يعني لو ان الاستاذ ابو العز الحريري كان قد دخل في التحالف مسبقا وتم التوافق ما كانش هيبقى في ادنى مشكله، ولكن وانت داخل الجلسه، معلش احنا نعلم تماما ان الامور ما بيجيش حزب كبير او مجموعه احزاب كبيره بتتوافق مع بعضها في نفس الجلسه، البعض يقول لك ده جايين مرتبينها من قبل كده، امال هم يجوا مهمين زي ما بيقولوا يعني، وطب مين هيترشح هنا؟ ما بيحصلش في اي مكان في الدنيا في العالم وفي اي حزب سياسي بيرتب وبيضع سيناريو للجلسات قبل ما يبدا، مش ده اللي بيحصل ما بيحصلش، ده بيحصل. الناس حطت سيناريو وتم التوافق على لجان معينه. استاذ ابو العز الحريري لو انه جه مسبقا وجه طرح قبل الجلسه بثلاث اربع ايام او خمس ايام وعايز يقول، كان يمكن ان يوضع في الحسبان ويبقى في اطار توافق كبير، ما فيش مشكله اطلاقا. لكن بعد ان تم التوافق وتم حسم مثلا هذه اللجنه مثلا لحزب النور، ده انا بدي افتراض مثلا يعني، ثم يخرج الاستاذ ابو العز في هذه الجلسه ويطالب بذلك، هل تظن ان احنا محتاجين لسه نقعد ونرتب ونقول للناس لا طب خلاص طب نغير طب ما نغيرش؟ ثم اننا في النهايه اعتمدنا على مساله التصويت الديمقراطي الحر. نيجي بالنسبه لاخوانا الاقباط وشركائنا في الوطن من الأقباط في موضوع الدستور، سانلوا كل الحقوق اللي كفلتهم لها الشريعة الإسلامية اللي هي أكبر من أن يتخيل أي وضع دستور على وجه الأرض، بل سيكلهم الحق في ممارسة كافة حقوقهم اللي هم شايفينها مشروع واللي احنا شايفينها داخل الدائرة اللي احنا حطناها مشروع أيضا. بل لو الشعب المصري طلع من لعبة الكمائن اللي مش عارف مين بيعملها، اللي هي الدستور أولا ولا مش عارف إيه أولا، أحكام ولا على فكرة أنا لما قعدت مع المصري الأحرار، حزب المصري الأحرار، خليني أقولها بصراحة بقى، يعني إنهم ما طلعوش ساويرس أو مش كلهم يعني، وإن هم ناس مصريين ونقعدوا بنتكلم ونتحاور، وهم كمان لما قعدوا معنا بل سمعت منهم كلام أنا لا أتصوره أبدا، لدرجة أن أحد أعضاء اللجنة العليا قال لي أنا مع المادة الثانية واحد، بل مع حكم الدستورية العليا في تفصيل المادة الثانية. بنيجي لنقطة مهمة جدا وهي نقطة أداء جماعة الإخوان فيما يختص بتوزيع أو حزب الحرية والعدالة بالنسبة لتوزيع مقاعد اللجان في البرلمان، كيف استقرأت هذا الأمر؟ حسيت بنشوة الانتصار من الإخوان أكتر من السلفيين. حسيت بأنه الأغلبية لينا، إحنا عندنا 235 كرسي من 500، الغلبة لينا، الكلمة كلمتنا والشورى شورتنا ورئيس المجلس من عندنا. يعني حتى جماعة السلفيين كانوا بيعترضوا على أنه رئيس المجلس لما كان بيوزع الكلمات ما كانش بيوزعها بالتساوي ما بين الأطراف كلها وبعضها. لا، حسيت ان هو في نشوة الانتصار، احنا الأغلبية، احنا من حقنا ناخد كل اللجان، ودايما كانت اللغة اللي بتتقال طب ما تنزلوا ترشحوا نفسيكوا على اللجان واللي يكسب يكسب. طبعا ده كلام نظري لطيف جدا، لكن في حقيقة الأمر اللجنة هتكون مكونة من 30 واحد. الكتل النسبية جوه اللجان دي هيبقى 50% من اللجنة، 15 واحد من الإخوان، حوالي 7 ولا 8 من السلفيين، وأربعة خمسة من التيارات الأخرى. فلما تيجي تصوت على رئيس اللجنة، انتخابات رئيس اللجنه بتتم جوه اللجنه، 30 واحد اللي موجودين جوه اللجنه بيقولوا فلان احنا هننتخبه، وده وكيل وده الوكيل التاني. فالانتخابات جوه هتفرز بطبيعه الامر القوه الوزن النسبي اللي موجود جوه اللجنه. المرأه
الأقباط الثوار خارج الإطار التشريعي الكبير، وبالتالي ممكن يكون في كمان إشكالية في التخيل الكوتا بتاعتهم حتى في اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور أو كتابة الدستور. حضرتك شايف نتعامل مع الملف ده إزاي؟ إحنا قدامنا إذا هذا البرلمان مكمل مدته إنه الأقباط المرأة الثوار خارج اللعبة لفترة طويلة. معضلة طبعا وهي معضلة بتعكس الثقافة السياسية. ما هي دي برضو يعني الناس بتشتغل في التحول الديمقراطي بيقولوا ان اول برلمان بعد الثورة هو بيكون من اخطر البرلمانات لكن في نفس الوقت من اكثرها عدم عدالة باحد سيناريوهين، اما انه يمثل فيه الثوار بشكل مبالغ فيه فيبتلاقي ان القوى الثورية بتكون يعني اخواننا في تونس عندهم المشكلة دي لحد بعيد، انه حاسس ان الناس اللي كانت بتأيد برقيبة وبن علي اللي هم عندهم هناك المشكلة طبقية شوية، انه في طبقة عليا كانت بتأيد توجه معين، هؤلاء شبه غير ممثلين بالمرة وكأنه البرلمان ثوري اكثر مما ينبغي، او في حالتنا احنا في مصر وهو انه الاحداث السابقة مباشرة على احداث الانتخابات خلتنا لحد بعيد نتشتت في اتجاهات اخرى غير فكره انه دي برلمان ما بعد الثوره اللي ممكن جدا يكون برلمان الثوره، لكن برضو لازم نكون امناء في هذه المساله وما نقولش لا نقع فريسه لخداع الذات، وهو انه البرلمان انعكاس للقوى السياسيه في المجتمع في لحظه بذاتها. هذه هي مصر الان، يعني انا اقدر اقول ببساطه يعني حضرتك شايف ان الانتخابات جاءت نتيجه منطقيه وعملية معبرة عن واقع مزاج الذين لهم حق التصويت في مصر. ده لحد بعيد، يعني خليني أقول لحضرتك مع الأسف أنا يعني بشتغل شوية في حاجات اللي علاقة بدراسات استطلاع الرأي العام وكلام زي كده، المرأة المصرية نفسها لو حضرتك سألتها عن دورها السياسي هتلاقي يعني باستثناءات قليله جدا هي بترى انه مكانها الطبيعي مش في العمل السياسي، دي محتاجه ثقافه لابد انها تتغير، لكن احنا كنا بنحاول نعالجها من خلال اليات اصطناعيه زي فكره الكوتا اللي طبعا للاسف اسيء استخدامها، حتى زي مثلا انك تبتدي تتكلم بشكل مبالغ فيه عن اي انجاز مهما كان محدودا للمراه عشان تبدا تشوف ده في ستات بتعمل كذا وكذا وكذا، انما في النهايه لو احنا بنتكلم السواد الاعظم من المصريين والمصريات. فهمك لما يسمى بالمساله القبطيه اذا جاز التعبير دي معضلات اخرى طبعا، وهو يعني انا مش عايز يعني بنفسي اعمل مشاكل، لكن هو حدث انسحاب كبير لاخواننا المسيحيين من المشهد السياسي المصري بسبب ثلاث احداث حدثوا مع بعض في السبعينيات، طبعا من ناحيه الرئيس السادات وفكره انه رئيس مسلم لدوله مسلمه ودوله العلم والايمان والصيغه دهيت، طبعا وصول البابا شنودة من ناحيه ثانيه، والبابا شنودة تعامل مع المسيحيين كما هو ابوهم بالمعنى يعني العاطفي والانساني، فابتدت المسيحيون يعني يميلون لاعتبار ان الكنيسه مش عايز اقول هي الوطن انما هي الجزء اللي بيجدوا فيه الدفء من الوطن اكثر من سواء حسب الثقافه السياسيه كمان عندهم او الدين هو الشعب القبطي شعب الكنيسه ده صحيح، فدي برضو بالاضافه هو غزاها لحد بعيد، يعني انا مش عايز اقصو على الرجل لكن عايز اقول في حد بعيد كان فيه، لكن في مراحل ثانيه ما تقدرش تنكر ان هو كان بحكمته قدر يوازن مصر ومنحها من انفجارات شديدة، وده برضو انا يحسب له، لكن خليني اقولها هو نفس منطق التدخل الاصطناعي علشان تعدي أزمة حالة لكن على المدى الطويل شوية لو تخيلنا كده لو سحبنا البابا شنودة من المشهد هل الشعور القبطي الذاتي هياخدنا في نفس الاتجاه مع وجوده؟ انا بقول يعني خلينا دي ان شاء الله ما يحصلش مشاكل، لكن اقصد ان بعض الانفجارات اللي حصلت وبعض المشاحنات هي نابعه لانه تسلط الدوله من ناحيه وسيطره الكنيسه على المسيحيين من ناحيه ثانيه ضعف بحكم الثوره، والثوره اضعاف للمؤسسات بحكم التعريف. ثالثا ودي حاجه ثالثه مهمه وهو الهجره الشديده لكثير مننا لدول الخليج، كثير من المصريين دول الخليج فرجعوا بفكر جديد، فكر هو يعني لو حضرتك سالتني هل هو فكر الازهر التقليدي؟ لا، هو فكر جاي ليه رؤيه معينه، طبعا عشت الفتره طويله في مجتمع لا يوجد اصلا في اقليات دينيه او لو في اقليه دينيه في اقليه منعزله بتعامل معامله خاصه، فانت بترجع لحد بعيد بعد ما عايش هناك شويه سنوات كتيره فبتاثر على تفكيرك، فبقى حصل في استقطاب كمان سواء من ناحيه المسيحيين او من ناحيه المسلمين او من ناحيه الدوله، فبقت الثلاثيه على بعضها تؤدي يعني انا اقول بمعايير الدول الاخرى احنا الحمد لله ان احنا ما حصلش عندنا انفجارات اكتر من كده لانه اسباب الانفجار متوفره. الفتره القادمه نحن بحاجه لعقد اجتماعي جديد بين المصريين على قاعدة
عدم النظر للاعتبارات الدينية على الإطلاق، ودي مسألة في منتهى الأهمية. هي بس المشكلة هل البرلمان ده اللي هيقدر يعملها؟ هو ده السؤال الأكبر، لأن أنا شايف أنه يعني مش عايز أبالغ، لكن القلق شوية أنه بعض الناس مش مستوعبين الفرق ما بين أنك تتبنى خطابا سياسيا أو دينيا في زاوية أو في مسجد أو في وسط جماعة من الناس المحبين والأقرباء وناس بتفكر زيك، أو إنك تفكر بمنطق إنك أو إنك تكون وسط برلمان بتخاطب الأمة كاملة بمن فيها أولئك الذين يختلفون معك في الفكر وفي الأيديولوجية. فبالتالي حالة من الترشيد لابد أن تحدث. تفسيرك إيه لنسبة المسيحيين الذين نجحوا في الانتخابات البرلمانية؟ يعني عندك ثلاث ملفات: المرأة، الأقباط، الثوار. الثلاثة قلة في البرلمان الأخير، في برلمان المجلس العسكري. مش هسميه برلمان الثورة على الإطلاق، لأنه من الظلم أن احنا نطلق على هذا البرلمان برلمان الثورة. هو برلمان المجلس العسكري، أرادوا هكذا أن يأتي علشان خاطر الست شهور اللي جايين لو قدر. إزاي أرادوا؟ هو دفع الملايين أن يعطوا أصواتهم إلى هذه النسب، هذه إرادة ناخبين. هو دفع الملايين لهذا الطريق المظلم من يوم 19 مارس، هو اللي دفع الملايين للسكة دي. هو اللي شكل لجنة تعديل الدستور برئاسة المستشار له كل احترام طارق البشري، وهو معروف أنه من محسوب على التيار الإسلامي، وعضوية صبحي صالح وهو أيضا عضو في جماعة الإخوان المسلمين وله تاريخ طويل وقدم لنا أفكار كتيرة في الفترة اللي فاتت، كان نجم من نجوم الفضائيات بتصريحاته. حطنا في سكة، حطنا الفرس قدام العربية قدام الفرس زي ما بيقولوا. هو اللي حطنا في السكة دي، هو اللي عجل بانتخابات سريعة، ما فيش حد مستعد، الأحزاب الجديدة لسه بتنشئ لها أرضية في الشارع، الوحيدين اللي كانوا مستعدين هم جماعة الإخوان المسلمين. علشان كده حتى والدماء لم تجف، دماء محمد محمود ودماء مزبير ودماء القصر العيني، كان جماعة الإخوان المسلمين بتقول لو تأجلت الانتخابات هنقدم 100,000 شهيد. هم اللي عملوا كده. أنا مش هقول أنه في تزوير بالمعنى المفهوم للتزوير الصناديق، يعني بسيستم حزب الوطني، بس في تزوير إرادة وتزوير فكر. لما الناس تنزل في الاستفتاء بتستفتي على المادة الثانية للدستور تقول نعم للإسلام ونعم للقرآن، وده ما كانش حاصل. لما الناس تنزل في الانتخابات ويبقى في استقطاب ديني غير عادي من الطرفين، من الكنيسة ومن المسجد، عشان أكون أمين يعني. إذن إحنا دخلنا في متاهة يعني. حضرتك وصلتني لنقطة كنت عايز يعني أسألها. زي ما هناك تشدد أو تطرف ممكن يحسب على الجانب الإسلامي، هناك من يقول أن هناك تطرف ممكن يحسب على الجانب المسيحي. يعني بدون شك التشدد موجود في بس أسلوب التعبير عن التشدد. هل هناك مثلا تمسك، هل التمسك بالإيمان أو التمسك بالحق يعتبر تشدد؟ هل الإصرار على أخذ الحقوق بطريقة سلمية يعتبر تشدد؟ هل أنا لما أطلع وأقول لا الكنيسة اللي هدمت يجب أن تبنى ويجب أن تبنى في نفس المكان بنفس المساحة، هذا يعتبر تشدد؟ لازم أكون متنازل عن حقوقي عشان أبقى إنسان غير متشدد. إنما على الجانب الآخر ما أقدرش أقول إن مثلا عندنا كنيستين اتهدموا أيام جمعة يعني، وهذا أمر ملفت للنظر إنه بعد صلاة الجمعة يطلع الناس تهد. كنيسة المريناب اتهدت يوم جمعة، وكنيسة أطفيح اتهدت يوم جمعة. فبتشوف إنه استخدام منبر المسجد كأداة تحريض، كأداة تحريض. ما عنديش العكس الكنيسة. يعني ما عنديش مثال للعكس، مش قادر أتقبل فكرة أن هناك تشدد في الجانبين، لأني شفت التشدد المسيحي، بس التشدد مسيحي له حدود في إطار المحافظة على الحقوق والمطالبة بالحقوق، إنما تشدد الجانب الآخر بيتخطى هذه المرحلة بكتير. بتشوف برلمان يخلو من المرأة
الأقباط والثوار ممكن يكون أداؤه شكله إزاي؟ الفكرة كلها في نوعية النائب اللي موجود جوه البرلمان. احنا المجموعة اللي بتكلم عليها دي بما فيها دعاة الدولة المدنية او الذين يدافعون عن الدولة المدنية حوالي من 80 ل 90 واحد، قوة ضاربة، ناس على علم كبير جدا، بيعرفوا يتكلموا، بيعرفوا يتناقشوا، يعرفوا يتفاوضوا، بيعرفوا يعملوا حاجات كتيرة جدا. انما المشكلة في الكترة العددية وفي التصويت العددي. يعني جزء من مثلا الحاجات اللي احنا لاحظناها في البرلمان لما كنا بنكون لجنة تقصي الحقائق، لجنة لتقصي الحقائق عن شهداء الثورة، عن التعويضات، عن إيه اللي تم، المحاكمات اللي تمت لي من تسبب في أذية شباب الثورة، قام نائب المحترم أبو العز الحريري واقترح سيدة مسيحية أنها تخش ضمن هذه اللجنة، وتم رفضه، رفض تم هذا الاقتراح، تم رفضه من الناحيتين من البرلمان، اليمين واليسار اللي هو الإخوان من ناحية والسلفيين من ناحية أخرى، وعلى أساس أنه هذه السيدة ملهاش كواليفيكيشن ساعتها، ما هياش على هذا المستوى. فاقترح اسم سيدة أخرى مسيحية برضو واترفضت برضو. فوضح أنه الرفض مش على أساس الخبرة أو على الكفاءة، تم الرفض على أساس أنها سيدة وأنها مسيحية. طبعا ده خطأ سياسي بسيط جدا. لو احنا بندور على توافق، وانا مش بتكلم على بلسان الأقباط او السيدات، لكن لازم يتم التوافق على حاجه زي كده، لازم يكون في صوت لسيده جوه هذه اللجنه، فبيبان من الاول اتجاه البرلمان ماشي ازاي. طيب حضرتك، انا عارف انك ما بتحبش حد يكلمك على انك قبطي، حضرتك بتحب ان الناس تكلمك على انك مواطن مصري تدافع عن حقوق، لكن اخواننا الأقباط لهم مشكلات يمكن اكثر ضراوه واكثر تعقيدا من مشاكل المواطن المصري اللي من غير الأقباط. تقدر تقول لي كيف يمكن أن يكون استقبال الأقباط لهذا البرلمان؟ أول برلمان يأتي بعد الثورة، هو ليس برلمان الثورة لكن برلمان ما بعد الثورة، لكنه كانت هناك أمال كبيرة أنه هو يحل المشكلات التاريخية الموجودة في الملف القبطي. هو اولا التمثيل القبطي جوه البرلمان تمثيل ضعيف جدا، هم 6 نواب، يعني اقل من، يعني يا دوبك 1% من البرلمان المنتخبين. جزء منها مشكله الانتخابات القايمه والفردي، الناس كلها مقتنعه ان الفردي هيفرز، هيدي فرصه للاقباط او للمراه ان هم يخشوا. طبعا ده كلام مش علمي، كلام والتجربه اثبتت هذا. عايز ادي رقم سريع جدا عشان الناس تاخد بالها منه. الاخوان المسلمين الفردي أخذوا 67% من أصوات الفردي، من كراسي الفردي، من 160 كرسي أخذوا 67% منها، وفي القائمة أخذوا 40%. فده بيوري أن القوة في الفردي للإخوان والتيارات المنظمة أكبر بكتير من القوائم. هتلاحظ أن الخمسة الأقباط، أنا مش بكلم طائفي، أنا بكلم علمي، الخمسة الأقباط اللي دخلوا أو الستة اللي دخلوا المجلس كلهم يا كانوا رأس قائمة يا كانوا عمال نمرة 2 في القائمة، يعني كأنهم رأس قائمة. فدي كانت الفرصة الوحيدة لدخول الأقباط. لكن أنا بأمانة 6 أقباط يشرفوا ويشتغلوا بجد رقم جيد، هيبقى الزيادة دي في المرحلة القادمة. أسأل حضرتك سؤال له علاقة ب حينما تنعقد اللجنة التأسيسية لصياغة أو كتابة الدستور، كيف تطمئن كمواطن مصري قبطي أنه الأغلبية العددية الموجودة الآن وهي أغلبية إسلامية لن تتغول أو تصوغ دستورا من الممكن أن هو لا يعتبر حقوق الأقباط؟ أولا من وجهة نظري مجلس الشعب ما هوش مكلف ان يعمل لجنة تأسيسية للدستور. منشوف التاريخ بتاعنا، دستور 23 مين اللي كون اللجنة بتاعته؟ مش البرلمان، الملك. وكان حاطط ليست ما دكتور الناس. حتى اذا اثبتت لي او اقنعتني او اقنعت المشاهدين، يعني هذه طاقة مهدرة، لانه في الاخر هيبقى في لجنة صياغة خلاص. فخلينا بقى نتكلم اذا اللجنة دي موجودة، انت مخاوفك ايه وتحب تشوف ايه حتى تطمئن انه مصر كلها بخير وانه
الأقباط إخواننا الأقباط حقوقهم مصانة بشكل دستوري كريم. أنا تقابلت مع الدكتور محمد مرسي والدكتور سعد الكتاتني عدة مرات وأجد فيهم أن هم ناس مخلصين لمصر وأجد فيهم الشجاعة أن هم يوجهوا مجموع الإخوان المسلمين اللي هم ليهم أغلبية في البرلمان إلى بعض الحلول المناسبة. وأشوف أن أرى أن وعرضت له أفكارك أو هواكسك أو عندنا معهم جلسات طويلة يعني مش مقابلة لا جلسات على بورق بصياغات وعادنا وطلعنا وثيقة بعد ثلاث جلسات التعاون بين الأقباط وحزب الحرية والعدالة وكان الحقيقة هم كانوا إيجابيين يعني إيجابيين وناضجين يعني مضوا على وثيقة بتقول إن احنا اتفقنا مجموعة اللي مضوا اتفقنا على ان يكون وثيقة الأزهر هي الأساس للتفاهم بيننا اللي هي الوثيقة بتاعة 19/6 لان الحقيقة وثيقة جبارة هيدخل بيها الدكتور الطيب التاريخ. وقلنا من اجل بناء مصر الحديثة دولة مدنية مرجعيتها القانون. لما نيجي نتكلم على المية يعني حتى وثيقة السلمي اللي هي كان بتتكلم على يجي لنا 12 من القضاء وخمسة يجي لنا من رجال الإعلام وخمسة يجوا من فئات المجتمع المختلفة كان تم العرض اللي تم قال لك حنا الجهة اللي بتعين ترشح 24 قاضي ومجلس الشعب يختار 12 من ال 24 طب ال 24 دولت كلهم ممكن يكونوا جايين من طيار أو من طيارين محددين فبالتالي يتم كتابة هذا الدستور على هذا الأساس. فحضرتك نظرتك أنه ما تفتك يعني لا تعتقد أن الدستور سيكون توافقيا يعني الاحتمال الأرجح أن يكون يجنح نحو اتجاه أكتر ما أنه توافقي. هي هيجنح ناحية التيار الإسلامي وفي الغالب كمان السلفيين هيزايدوا على الإخوان في هذا الدستور ففي مشكلة في كتابة الدستور. هرجع للسؤال الاولاني اللي انت كنت سالته هيحصل انتقال السلطه في 30/6 ولا لا حمايتنا للدوله المدنيه انه يحصل توافق وطني على هذا الدستور بمعنى ان الباب اللي بيتكتب او الجزئيه اللي بتتكتب في الدستور يتم عرضها على الشعب للنقاش الوطني لانه اللي بيقولوه الاخوان النهارده بيقولوا احنا عندنا دستور جاهز هناخد دستور 71 وهنخش على الفصل الثالث اللي هو سلطات رئيس الجمهوريه ونتكلم فيها انما البيبان الاولانيه شبه متفق مش دي فكرة كتابة الدستور خصوصا دستور للجمهورية التانية زي ما الناس بتسميها لازم يتم التوافق على كل فصل وكل سطر وكل كلمة موجودة في هذا الدستور يتم التوافق الوطني مش جوه اللجنة بس شعبيا يعني اللجنة هتكتب زي ما تكتب إنما لازم يحصل توافق وطني. التوافق الوطني ده هيحصل ضغط من الشارع لو خرج الدستور بالشكل اللي احنا متخيلينه النهاردة. هو الترتيب المفروض حسب خارطة الطريق ايه؟ ان هو يروح للجنة التأسيسية ومن اللجنة التأسيسية على الشارع للتصويت يعني للتصويت للاستفتاء عليه ما يرجعش خالص ما يرجعش تاني لمجلس الشعب لكن انا اتمنى انه هو يرجع لمجلس الشعب ويتناقش بند قدام الناس في جلسات علانية ونتلقى ردود الافعال من النخب ده انا اتمنى ان ده يحصل. يعني يبقى من هنا معركة اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور هي في حقيقة الأمر معركة صياغة الدستور لأن اللجنة التي سيؤتى بها هي اللي هتأخذ هذا الدستور في هذا الاتجاه أو ذاك. طبعا أنت عندك مخاوف من ده؟ طبعا عندي مخاوف شديدة جدا لأن للأسف الشديد اللجنة اللي وضعت التعديلات الدستورية خيبت أمال الكثيرين. طيب هل الشعب المصري كله قادر على قراءة القوانين؟ لا طبعا. هل إحنا حتى كمثقفين كلنا قادرين على قراءة القوانين كما يجب وتحليلها؟ لكن يجب أن بعد إعداد الدستور مناقشته بند في مجلس الشعب أمام الجماهير وناخد آراء الناس يعني ناخد فرصة أن إحنا نتلقى آراء ومقترحات أخرى ولأن ده دستور مصر ده دستور صناعة دولة ما هوش إدارة الدولة نصيب أو نخيب فيها لكن ده صناعة الدولة والدستور
لسنوات عديدة، وخاصة أن الدستور المصري دستور جامد صعب قوي تغييره. فأنا أتمنى ده، أنا أتمنى أنه بعد اللجنة ما تصيغه يوصل لمجلس الشعب ويتناقش بند بند، لأن برضو صعب جدا أنك أنت تصوت على مادة مادة بالنسبة للاستفتاء. ما هي مواصفات الدستور الذي يؤدي إلى استقرار يعني قريب يعني، أو ما هو الدستور الذي يؤدي إلى تفجير الأوضاع؟ يعني إيه مواصفات ده وإيه مواصفات ده من وجهة نظر حضرتك كخبير في هذا الموضوع؟ عندي دكتور عيون زميل لنا في حزب بعد الثورة قال لي مثل لطيف جدا. قال لي ان كان في واحد مريض عنده احول، مسك عصفوره كده في ايديه وفضل ماسكها مده طويله جدا. وبعدين خلاص اضطر ان هو يسيب العصفوره فحاول يحطها في القفص، ولانه احول فالعصفوره بقت بره القفص، فالعصفوره حاولت تطير قامت داخله مره تانية جوه القفص. الدستور الجديد ما ينفعش يكون قفص، وحتى ولو كان قفص من ذهب، لو كان قفص من ذهب مصنوع في مصنع ديمقراطية، أبدا. احنا عايزين دستور عام مجرد من الأهواء والألوان والاتجاهات. دستور ينفع أحفادك وأحفادي. دستور يصلح للعمل به سنة 2500، مش يصلح للعمل به لغاية 2015. إذا قدرنا نوفر هذه القواعد المجردة وننحي فكرة الألوان، وأنا بقول إحنا ملونين زيادة عن اللازم، بس ما بنخش نغسل إيدينا يا أستاذ عماد تحت أول حنفية بتكتشف إن الحنة دي الملونة ألوان مختلفة، حنة مغشوشة، إحنا كلنا شبه بعض ومواقفنا شبه بعض. والثورة اللي خرجت قالت مدنية، مدنية بتلقائية شديدة، ما كانتش بتتكلم على الكاب، كانت بتتكلم على الكاب وعلى العمة. احنا عايزين بلد من غير كاب من غير عمة، عايزين دستور لا يخدم الكاب ولا يكرس وضع العمة. طيب حضرتك لو طرحت عليك افتراضية انه عندك عصا سحرية تستطيع ان تحقق بها كل ما تريد، لو جيت قلت لك هذه العصا السحرية امامك انك انت الان في هذه اللحظة تستطيع انك انت تحقق كل مطالب الاقباط بحيث ينتهي ما يمكن ان يقال عنه المسألة القبطية او مشكلة الاقباط في مصر، وتتفرغ مصر الى مشاكل اخرى، لكن يعني عار علينا ان يكون لسه في حاجة اسمها مشكلة اقباط موجودة بعد كل المئات السنين دي من التعايش معنا. ايه تكون قائمة مطالبك يعني الفورية التي يمكن أن تحل هذا الموضوع نهائي؟ أول مطلب فوري أو أول حاجة يعني عملها بهذه العصا أن أسقط النظام العسكري الحاكم من 52 حتى الآن، لأنه هو ده اللي كان عامل حالة من حالات التمييز الرهيبة. هو قايم على التمييز، يعني مش بس تمييز ضد الأقباط، ده تمييز لصالح العسكريين. عارف حضرتك كم المساكن الخاصة ب الضباط والجيش والعساكر والشرطة والآخر، المدن الساحلية والمساكن الساحلية الخاصة هناك تمييز رهيب، رغم أنه أنا أعتقد أن ضابط الجيش زيه زي الطبيب زيه زي العامل زيه زي كل الناس. لما تشوف حضرتك ناحية القصر العيني، القصر القبة وحدائق القبة وكوبري القبة ومصر الجديدة ومدينة نصر، كم من النوادي الاجتماعية اللي لا يدخلها إلا ضباط الجيش. فأنهي هذا الحكم، فنبدأ بقى لا نتعامل بطريقة تمييزية. بداية خطوات التمييز ألا أميز من هو في السلطة، بداية إنهاء مراحل التمييز ألا أميز من هو في السلطة، ونبدأ كلنا نتساوى ونبقى مع بعض متساويين. لأنه لما هاجي دلوقتي أنا أطالب بعدم التمييز ضد الأقباط، ما عندنا تمييز لصالح العسكريين. نمرة 2،
أعالج إشكالية اختزال الكيانات في أشخاص أو في مؤسسات، لأن دي إشكالية بيقوم بها الدكتاتوريين على مر العصور، إن الدكتاتور يختزل المسيحيين في شخص قداسة البابا أو في شخص الكنيسة، يختزل المسلمين في شخص مؤسسة الأزهر أو الإمام الأكبر، يختزل المحامين في شخص نقيب المحامين، يختزل الصحفيين في شخص النقيب، وهكذا. الإشكالية دي محتاجة تتعالج في التعامل مع النظام الدكتاتوري بصفة عامة. فحينما ينتهي هذا النظام أعتقد أنه ونبدأ بقى يعني نعالج المجتمع ثقافيا وفكريا وتعليميا، فكرة العقاب الجماعي اللي بتحصل، ان لما يحصل مثلا خطأ من شاب مسيحي او الاخره، بص لا المسيحيين يعاقبوا او دور العبادة المسيحية تعاقب. فكرة انه لما انهي فكرة التمييز لصالح العسكريين، خلاص ما عنديش مانع ان انا احط محافظ مسيحي، ولو ان انا مش عارف هيحصل ده ازاي في وسط سيطرة التيار الاسلامي اللي له سابقة يعني ما حصلتش فينا، يعني احط رئيس جامعة مسيحي، احط يعني ما عادش افكر، ما عادش يبقى حساباتي. يعني الاختيار للمناصب العليا في الدولة كائنا من كانت تكون بالنسبة للأفضلية، بالنسبة ولا للأفضلية يكون هناك فيتو بالزبط على شخص لمجرد لكونه ينتمي للديانة المسيحية. بالضبط بالضبط، يبقى إنسان مناسب أحطه في المكان المناسب دون النظر إلى دون يعني من غير ما أعمل زي ما بيعمل الإخوان دلوقتي في مجلس الشعب، بيحط اللجان على حسب انتمائهم للجماعة. لو شخص منتمي للجماعة نحطه في لجنة معينة، ده طبعا تمييز رهيب. نفس القصة اللي بتتم بالنسبة لنا كمسيحيين، نحن عايزين تساوي، عايز أحس أن أنا مواطن بلا أي مواطنة منقوصة، مش عايز أحس أن واحد بيفكر ده اسمه إيه وكمان اسمك جورج يعني كده يعني وكمان اسمك مش عارف إيه، لا أنا مش عايز أسمع دي، أنت اسمك إيه؟ أقول له عماد. عماد إيه؟ يا عم خلاص يعني. فهي دي اللي أنا عايز نفسنا نوصل لها. دي طبعا محتاجة إصلاح للكيان الثقافي، لأنه طبعا أنا مش يعني بس حضرتك قلت إن لو في عصا سحرية يعني فدي تيجي بالسحر، إنما هتحتاج وقت طويل إصلاح المنظومة التعليمية والإعلام والآخر. Thank you.